بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا اولاد اخر جزء في المحاضره دي اللي هو الاكزامينيشن اوف ذا بريدونشن. طبعا انا عارفه اني بكلم طالب سنه رابعه، فطالب سنه رابعه بيبقى عنده لسه الصوره بتاعه البريدونشن دي مش واضحه قوي في دماغه، فهحاول ان شاء الله ابسطها لكم عشان تستوعبوها، وان شاء الله لما ندخل سنه خمسة هنقدر نفهم الجزء ده كويس قوي. اول حاجه، ما هي طرق الاكزامينيشن بتاعه البريدونشيوم، ويعني ايه بريدونشيوم اصلا؟ البريدونشيوم يا شباب هو النسيج الداعم للسنه. الداعم يعني اللي بيحافظ عليها ويقويها، حلو كده. اما انا ببقى بدعمك يعني ايه؟ بعمل لك دعم، بقف جنبك، فهمني، اما تكون محتاج حاجه تلاقيني واقفه كده بحميك وبساعدك، هو ده الدعم. البريدونشيوم بيدعم السنه ازاي؟ بيديها الحمايه. ما هو البريدونشيوم؟ يتكون البريدونشيوم من الجينجيفا وثلاثة سبورتنج ستراكشرز. أجين، يتكون البريدونشيوم من الجينجيفا وثلاثة سبورتنج ستراكشرز اللي هما السيمنتم والألفلر بون والبريدونتال ليجامنت. يبقى أنا عندي أربعة ستراكشرز يتكون منهم البريدونشيوم: جينجيفا بلس 3 supporting structures. اجي ليه طرق الاكزامينيشن؟ هتعمل انسبكشن للجنجفا، هتعمل بالبيشن خلاص عشان تبتدي تشوف لو في إديمة، لو في باس، لو في اي مشاكل تعرف. هتستخدم طريقه اخرى اسمها البروبنج، اتعلمناها وقلنا ان في انواع من البروبس مهمه جدا عشان تقدر تقيس بيهم الدبس بتاع الجنجفال سالكس حوالين السنه، ويا ترى هو وذين نورمال ولا لا، ارقام، وبنشوف الامبيدد منهم قد ايه اللي هو باستخدام الجراديويتد بروب. وطبعا احيانا كتير بنحب نستعين بالاشعه خلاص، البانوراما او البيري ايبيكال او البايت وينج. انا عندي الحاله اللي قدامي قاعده على الكرسي دلوقتي يا فندم، هي واحده من ثلاثه: يا اما مريض عنده او حاله عندها هيلثي بريدونشيوم، جنجيفا سليمه، سيمنتم والفلر بون وبريدونتال ليجمنت سلام، أو مريض عنده جينجفايتس، يعني جينجفا مريضة والتلاتة سبورتنج ستراكشرز سلام، أو مريض بريدونتايتس يعني عنده الأربعة عيانين. فهمتوا كده؟ يبقى الهيلث بريدونشيوم كله سلام، الأربعة جينجفايتس، جينجفا انفلامد بس التلاتة سبورتنج ستراكشرز سلام، وبالتالي المريض ده علاجه سهل لأن شغلي معاها يبقى عالج الجينجفا بس. وأصعبهم في العلاج هو المريض رقم ثلاثة اللي عنده الأربعة عيانين، الجينجفا والثلاثة سبورتنج ستراكشرز بدأوا للأسف يحصل فيهم دامج. فأنا بحتاج أميز الثلاثة من بعض، وده دورك بس في سنة رابعة، بس عرفني اللي قدامك ده هو مين فيهم، مش أكتر من كده، مش عايزين منك لا تعالج ولا حاجة خالص. المريض اللي عنده هيلثي بريدونشيوم هلاقي اولا لون الجينجفا بيل بينك، وساعات يسموه كورال بينك. كورال يعني شبه العشب البحري في البحر كده، لون نفس اللون بتاع الجينجفا الجميل ده اللي عمرك ما هتلاقيه على فكره مهما جبت هدوم وتقول اصلها اللون البينك، ولا هات لي اللون ده في اي حاجه، ده سبحان الله يعني صنعه ربنا. فادي اللون. اجي للسكالوب، الجينجفا المارجن حوالين السنان نورمال سكالوب. عارفين يا اولاد وانتوا بتقشروا البرتقانه كده بالسكينه في سكالوبينج كده السكينه بتعمله، هو ده اللي قدامك. هتلاقي الانتر دنتال بابيلا موجوده ومن فوق بوينتد التب بتاعتها الانتر دنتال، طبعا اللي هي شكل الهرمي اللي بين كل سنتين عامله زي البيراميد، التب بتاعتها هتلاقيها بوينتد. وهتلاقي الجينجفال مارجن نفسه السكالوب ده اللي احنا قلناه ده هتلاقيه عامل زي ثين او نايف ايدج كده، والجينجفا فيرم مشدودة حلوة خلاص، ما هياش ورمة، غير اما تبقى انفليمد وتلاقيها فيها إديمة ومنفخة كده. لا انا هون بصيتي ده، لو انت بتسأل واحد عنده عيان جاهل ما يعرفش اي حاجة في طب السنان هيقول لك ما شاء الله شكل اللثة زي الفل. النسيج المريض بيقول لك انا مريض، انت هو انت متخصص مثلا عيون؟ بس لما بتشوف واحد من زمايلك عينيه ورمة هتقول على طول ايه ده شكل عينه، انت عندك ايه سلامتك؟ طب وانت كنت دكتور عيون؟ عارف في حاجة اسمها أنا مريض بيبان عليا، معايا كده؟
وبالتالي الجنجيفا لو عيانه او لو البريدونشيوم مريض هيحكي لك عن نفسه وهيقول لك انا عيان انا شايفها سليمه خلاص. هتيجي تضغط على الجنجيفا دي بالبروب او بايدك مثلا, لا في بليدنج ولا في باس ولا في اي حاجه خلاص. لو جيت تاخد اشعه للراجل ده هتلاقي البون واقف في مكانه وهتلاقي الدنيا زي الفل, ما عندوش اي مشاكل, يبقى ده هيلثي بريدونشيوم. تعالى بقى نشوف, انا عايزه اعرف ايه هي الساينز اوف جينجيفايتس, ايه كلينيكال فايندنجز بتاعت الجينجيفايتس. اول حاجه هضغط هلاقي بليدنج, اه خلاص يقول لحضرتك في بليدنج وزياده في افراز الفلويد اللي هو الجينجيفال كريفيكولار فلويد. في دايما فلويد موجود في الجينجيفال سالكس, ده موجود عشان المناعه على فكره. فسبحان الله لما بيحصل انفلاميشن زيادة هتلاقي ان افراز هذا السائل بيزيد. تغير في اللون, اللون بتاعها فعلا اهو, وشوفوا حتى الاديمة باينة, اديمة اهي ورمة. surface texture في حاجه اسمها ستيبلينج, يعني في جزء في الجينجيفا اسمه اتاتش الجينجيفا بيبقى منقرش عامل زي قشره البرتقانه, موجود في نسبه كبيره من البيشنتس ما بنلاقيهوش هنا, تلاقيها ناعمه عشان الانفلاميشن. وبعدين هتلاقي كمان بدا يحصل انلارجمنت في الجينجيفا المارجن, فيتكون لك حاجه اسمها سودو بوكت, يعني ما بقاش بقى النورمال ديبس بتاع الجينجيفا الكريفيس اللي هو كام, يقول لك من 0 ل 2 مللي. تورم هتلاقي لا الدبس ده يزيد, تحط بقى البروب جراديويتد تقول لي ايه ده يا دكتور, ده اختفى منه 4 مللي 5 مللي 6 مللي كل ده جوه, اه عشان الجينجيفا ورمه, الجينجيفا المارجن ما بقاش فيه نورمال سكالوبينج اللي احنا كنا بنحكيه, وادي صور لحالات مختلفه اهي. طيب يبقى انا قلت اول واحد الهيلثي, تاني نوع من انواع المرضى مريض الجينجيفايتس, ثالث نوع مريض البيريدونتايتس اللي هو بدا يحصل عنده ديستراكشن بقى في الجينجيفا زائد الثلاثه سبورتنج ستراكشرز, ده اصعبهم قلت لك, وله علامات اخرى بقى علامات سيئه واصعب. يقول لحضرتك بدا يحصل ان الجينجيفا بدات تسقط على الجدر, تنزل لتحت وتسيب مكانها, مش بقى بتورم لا دي بتتزحلق على الجدر بتنزل لتحت, وبالتالي بتلاقي عند حضرتك بوكيتس جيوب بتبقى كبيره جدا وترو. شوف وفي عندك جينجيفال ريسيشن, تيجي تقيس بالبروب تلاقي الدبس كبير الامبيدد اللي مختفي من الجراديويتد بروب, وتلاقي عنده كمان في جينجيفال ريسيشن ولخلاخه في السنان. اللخلاخه في السنان ما تحصلش في مع مريض الجينجيفايتس, تحصل مع مريض البريدونتايتس, لان هنا في بون ريزوربشن. وشوفوا البون لوس, ما جايبه لك شكل اهو في الاشعه, وشوفوا شكل من جوه يعني من على زي مجسم للحاله يعني ريسيشن. شوفوا الجينجيفال ريسيشن علامات اهي, ده كل ده علامات بيريدونتايتس, جينجيفال ريسيشن وفوركيشن. الفوركيشن دي طبعا المنطقه اللي هي اللي موجوده دايما في المالتي روت التيث بريمولر والمولر, وبتلاقي لما جينجيفال ريسيشن بيسقط من قدامك تلاقي مفرق الجذور باين, كل دي علامات بيريدونتايتس. ادي الجيوب اهي, شوفوا الجيب, احط جراديويتد بروب, ده كله ده الجراديويشن اللي عليه 12 مللي, ده نوع تاني من البروبس. شوفوا اللي ظاهر منه 3 مللي, يعني معناه ان في جوه 9 مللي. البركاشن تيست زي ما اتفقنا كنا بنقول ان احنا عندنا نوعين من البركاشن, الفيرتيكال عشان تو ديتكت البيري ابيكال ريجن, واللاترال تو ديتكت البيريدنتال كونديشن, فهنا بتعمل لاترال بركاشن. الموبيليتي اتفقنا انها بتزيد, ويمكن حتى الصوره او الدياجرام جايب لك شكل البون اللي هو الابيض ده بدا يسقط اهو. ايه اللي بيخلي الموبيليتي تحصل بدرجات مختلفه؟ اتفقت معاك وقلتها لك في الجزء الريكورد اللي فات, انه البون ريزوربشن اللي بيحصل, وادي طرق قياس الموبيليتي زي ما اتفقنا.
لو عايزين تراجعوها انا لسه شرحاها في الفيديو اللي فات، هسيب لكم السلايد شويه. تثبت بجهه من المرايه وتزق بالثانيه، او بصباعك وتزق بالثانيه، بس بنزق بايد ميرور مش ببروب ولا بحاجه من دي. وده الجهاز اللي هو البيريو تيست. طيب حضرتك قلت لنا كمان ان انا ممكن اضغط يطلع معايا صديد. اه ليه؟ عشان الوول بتاعه البوكيت دي بيبقى فيها بكتيريا وبيبقى فيها خلايا مناعيه عماله تفرز في انزيمات وحرب شغاله، فبيبتدي يحصل اجزاء فيها نكروزس، اجزاء بتموت وتبتدي يحصل لك يطلع بس. بس هذه العلامه تظهر مع الجينجيفايتس ولا البريدونتايتس؟ لا، شاطر فيكوا هيقول لي البريدونتايتس، لان انا لما ببقى عارف ال يعني العلامه لازم تذكر العلامه دي في انهي مرض. طبعا انا لما بعرفها ازاي، اما ان المريض هيقول لك يا دكتور في صديد بيطلع من بين سناني، وحضرتك ساعتها لازم بتضغط وتتاكد، تضغط بالطريقه دي، بتحط صباعك على اللاترال وول بتاع البوكت، خلاص اهو بيرولنت اكسوديت اكسبريسد فروم البريدونتال بوكت باي ديجيتال بريشر. كده نبقى خلصنا الجزء الخاص بالانترا اورال اكزامينشن. هوب ان انتوا تبقوا يعني استفدتوا. تحت عنوانكم في اي اسئله، وبالتوفيق ان شاء الله.